بعد شوية راح اروح شوية نشرب مي ونقبل البقية. حفرتنا شوية وشلت شوية من العشب وراح اشيله ونخليه بمكان هنا ونكمل. يا شباب وبنات، هاي الينا بنت اخويا جاي تساعدني شوية، مو الينا ساعدني. اوكي شكرا. طبعا الينا كلش حبابة، دايما تجي تساعدني وين ما اروح تجيني تقول انا هم اريد اشتغل وياك. الينا اليوم تشجع ريال مدريد؟ يا ريال مدريد يس. اوكي هي مشجعة ريال مدريد. طبعا شباب اليوم اشتغلت، طبعا انا في وحدي، اخوي مو موجود وعزيز هم مو موجود. احنا رتبنا شوي هنا وبعد راح اكمل وراح اشيل هناك كله همين. شوف تعالوا وياي، الشغل بصراحة ما يخلص اليوم يومين ترى هذا الشغل. شوفون هنا هاي كله راح اشيله، كله راح تصير هنا عدل، وعندي جميع انواع المكاين حتى نسويها ترتيب كلش حلو وبعدين نزرع من جديد، وان شاء الله اشوف لكم بعد ما نخلص. تعالوا وياي حتى هسه اروح اسوي مشاوي. اول شيء راح اخذ الفحم. وهذا همين عندنا اثنين طيور، هذا من خالي بن اخويا وبنت اخويا. وهاي جبنا حطب والفحم، راح نشعل ونبدا بالترتيبات. طبعا شباب عندنا حطب هذا جاف يعني قبل راح يشتعل، راح ناخذ همين قسم من هذا الحطب. عندنا حطب هنا وعندنا هنا، راح اخذ من هاي شويه. وهذا صديقي جوتشي وباتيك، هم همين متونسين، ها عندهم هيك نوع من الغابة. Here I am what do you do. هذا قاعد يحكي انجليزي ويانا. المشاوي راح يكون تكة وأجنحة والترتيبات هاي مثل ما تشوفون. المشاوي زينة او في شيء التكة والأجنحة. تبونا بالتعليقات شنو أكثر شيء تبون؟ يا شباب طبعا احنا لحد الآن جاي نشوي وجماعة دا ياكلون هنا، يعني باقي كم شغلة احنا راح ناكل هيك، يعني شلون مثل شرس يعني ناع الطاير، واحد ياكل اطيب. ليش؟ لانه بعده حار لحد ما نخلي هنا بالجدريه وتجيبه للجهه الثانيه وياكلون، ما اعرف تصير طعمه مو مثل يعني شلون من تاخذ هنا وتاكل فاطيب. احنا دائما شو نسوي؟ نجيب هذا اللي اكو مطاعم حاليا تقدم لك وتروح تاكل، فاحنا نخلي كل شيء هنا، نجيب زلاطه وخبز والمشاي كلها موجوده، وبعدها هاي هنا يعني كل شيء موجود وراح ناكل براحتنا. هنا راح نجيب لنا فتكولا فت شيء، واني واخوي ناكل براحتنا هنا والعائله كلها هنا ياكلون. سلامكم العافيه شباب. جماعه هنا كلهم ياكلون، اجواء زينه. وهاي همين شاي عراقي سويناه على الفحم، شاي خرافي بصراحه. طبعا شباب على اساس بدنا نشتغل، بس شوف السيد الافندي جايب النرجيلة، وشنو يعني كأنه دا يتابع مباراة وإحنا دا نشتغل هنا بالساحة. السلام عليكم شباب وبنات، شلونكم؟ أخباركم؟ عساكم خير. ياب اليوم راح نشتغل بالحديقة وشوف لكم البيت وشوف لكم التطورات اللي صارت، وهل أني ندمان بعد ما اشتريت البيت؟ لأنه البيت بيها شغل، راح أشرح لكم كامل التفاصيل بهاي الفيديو. طبعا راح أشوف لكم الشغل اللي إحنا كملناها والشغلات اللي إحنا رتبناها فوق همين اشتغلنا، وإن شاء الله راح تكون فيديو كلش حلو. اتمنى اللي يشوف هذا الفيديو يشترك بالقناه، واللي مشترك ويانا يسوي نشر. فتعالوا وياي خلينا نشوف فوق الشغلات اللي احنا كملناها.
اول شيء خلينا نشوف هذه الغرفه لانه كان بيها شغل. يمكن انت شفت الفيديو الاول. طبعا هذه الغرفه كان بيها رطوبه، احنا شلنا كل شيء قديم يعني الورقه والصبغ كل شيء شلناها، وحاليا احنا صبغنا. شوفون حاليا يعني صارت احلى. طبعا بعد اكو شويه شغل بس حاليا احنا كملنا تقريبا هذه الغرفه، وبعد راح نكمل السقف ونجيب الاضوئه وبعدين ننظف تصير حلوه. فتعالوا يانا خلي نشوف الغرفة الثانية. هذه الغرفة طبعا كان بيها رطوبة وكان بيها شغل، فأبوي هم نظفها كلش زين وإحنا هم ساعدناها. كان هناك كلها رطوبة وكلها يعني بيها شغل وورق وهاي سوالف، إحنا شلنا كل شيء. حاليا الغرفة شو راح أسوي بيها؟ بس باقي هنا راح خلي هنا هم شوية ال شو اسمه مثل هذا، يعني يمكن نخلي بيها إحنا نسميها الجيتش، وبعدين نصبغ السقف وحتى الحيطان، وبعدين اذا نريد نقدر نخلي الورق. اكو ورق هنا خاص، ورق حلو اللون اللي تريده تخليه هنا. فهذه الغرفه باكر راح نخلص الصبغ وبعدين نبدا بال الحمام ما بيه شغل. بعدين راح نجي للطابق الارضي ونكمل الشغلات اللي موجوده. هذا المكتب مالتي راح يكون خلي هنا اسمي، يعني مثلا صديق شي يجي حتى يصير مكتب محترف. هاي جبت الميس شوفون، وهذا جبنا العشب حتى بعدين نزرع بالحديقه. راح اخلي الاضويه كلش حلوه هنا، وراح اكمل المكتب، وراح اجيب خلي تلفزيون هنا، وبعدين اخلي شلون مثل قنفه في هذا المكان، وراح اسوي كلش حلو. حتى مرات اسوي بث مباشر وياكم واحكي وياكم. هاي فراح اشوف لكم بعد ما نخلص كل شيء. بس خلينا نطلع شويه، اليوم اشتغلنا هوايه. يا شباب طبعا هاي كانت موجوده هنا شوفون، طلعناها قبل شويه والله تعبنا. وهم من هذا الشجرة كانت هنا محفورة، كانت هناك طلعناها، وحاليا هاي خلينا نقول البدايات. راح نكمل هسه، راح طلعنا كل شيء وراح ننظف وكل شيء نعدلها، وبعدين يعني نسوي شوية طبليت شلون يعني حتى تصير شوية قوي، وبعدين نزرع العشب. طبعا لازم نشرب لانه عطشانين كلش وبهاي الاجواء الحاره. يا شباب طبعا نشتغل شويه ندخل نرجيله، ومرات شويه ناكل، ومرات شويه نشرب عصير وشغلات طيبه وبارده. وهاي حتى لينا جت من المدرسه وجاي تساعدنا. لينا تعال كم فيديو معكم. لولا جايه من المدرسه ومحصله هديه من المدرسه. شوفون دونا اسكادو فور يو. لا دونا. اوكي تفضلي. نيفان دونا. شفت موي كلش حلو. هاي بسكيت؟ نيفان دونا. دوناس طبعا دوناس، هاي الشغلات شو اسمه؟ شلون نوع من البسكيت طيب كلش؟ أطفال يحبوه كلش. الو. وهاي جولة سريعة. سيد عزيز هسه دورة ليدخن الأفندي. بس اني جاي اصور وما حد يقول لي تعال دخن واشرب واكل. اول شيء يشتغل بعدين دخن، اللي ما يشتغل ما يدخن. وهاي الشغل مال اليوم يعني والله خوش شغل سويناه. اكتبونا بالتعليقات شنو رايكم بالشغل. يعني انتم بالفيديو الاول شفتوها كان كل الشغل وهنا كل عشب واشجار، فاحنا طلعنا كل شيء. شوف صار مرتب كلش. ايه شباب وبنات بعد 10 ساعات تعب هاي النتيجة. تفضلوا. وهذا عزيز تعب استاهل رجيلة والله العظيم تعبنا. شوف مثل ما قلت لازم اسوي هيجي كل عدل. هاي صارت والله هي تعبنا، صارت كلش حلوة. خليني اشوف لكم الجانب الثاني همين. تعالوا وياي باكر نكمل البقية. هاي شوف
كله صارت عدل، وباكر همين راح نسوي مره ثانيه تعديل وبعدين نزرع. شوف طبعا شباب يعني القصد احنا نسوي كله هيك، يعني تصير هيك كله عدل. اي شباب كملنا الفيديو، وان شاء الله هذا الفيديو البسيط يعجبكم. اذا عندكم اي استفسار بخصوص شراء البيت، ايجارات البيت، شقق، سكن، اي شيء اسالوني بالتعليقات واني بالخدمه. وهسه همين راح اروح ادخن نرجيله ويا جماعه هناك، طبعا هم قاعدين هنا، وان شاء الله احنا مستمرين وياكم وراح نكثر فلوكات لانه اجواء كلش حلوه. يلا تحياتي.